نرحب بالجميع في هذه الندوة الصحفية التي قررنا تنظيمها اليوم بمناسبة نهاية البطولة الوطنية الاحترافية في موسمها الرياضي 2020-2021، وهي مناسبة لتقديم اعتذاري للجمهور الرياضي لنادي الاتحاد الرياضي البيضاوي عن الأخطاء التي ارتكبتها وأدت بالفريق إلى اللعب وإلى آخر دورة في البطولة على تفادي الهبوط. الاعتذار ديالنا واضح بأن ما يمكنناش حنا كفريق الاتحاد البيضاوي اللي الفائز بكأس العرش وشارك في المسابقات الإفريقية وكانت بعض الأخطاء اللي كنا لعبنا حتى الآخر مقابلة من أجل تفادي الهبوط، يعني ضروري خصنا نقدموا الاعتذار على ما على هاد النتيجة اللي كنعتبروها حنا بأن نتيجة لا تشرف فريق الاتحاد البيضاوي ولا تشرفنا نحن كمكتب مسير أو بالنسبة لي أنا كرئيس. طموح ديالنا طموح كبير، وحنا يا كما وعدنا الجمهور فريق الاتحاد البيضاوي حنا سنشتغل بجدية من أجل إرجاع فريق الاتحاد البيضاوي المكانة الصحيحة ديالو. حنا في إطار الاشتغال من أجل إرجاع فريق الاتحاد البيضاوي المكانة الصحيحة ديالو كنلاحظنا بأن حنا لعبنا حتى الآخر مقابلة من أجل تفادي الهبوط، هذا هو اللي جعلنا اليوم يعني نراجع الأوراق ديالنا ونقدموا اعتذار لكل من يحب فريق الاتحاد البيضاوي ونوعدوا جمهور فريق الاتحاد بأن من هذه الأخطاء اللي ارتكبنا ما غتكررش السنة المقبلة. ورحبنا بجميع من يحب فريق الاتحاد البيضاوي لا من أطور اللي باغيين يشتغلوا بفريق الاتحاد البيضاوي، قدماء اللاعبين كنرحبوا بهم وندعوهم للاشتغال معنا اليد في اليد، مساعدة تحتاج المساعدة ديالهم. المدرسة سنقول التسجيل يعني المدرسة الأبواب ديالها غادي يكون يوم 12 يوليوز، بطاقة المحيب حددناها ب 500 واللي غتسمح للحامل ديال البطاقة باش يعني الولوج لجميع المقابلات يعني للبطولة ولا الكأس. يعني احنا ارتأينا اليوم بعد الأخطاء اللي ارتكبنا بأن خص الجميع يتضافر، تضافر جهود من أجل يعني إرجاع فريق الاتحاد البيضاوي المكانة الصحيحة دياله. وكما قلت لكم بأن فريق الاتحاد البيضاوي لا يليق به أن يكون في أسفل الترتيب، بل يكون خص يلعب على المراتب الأولى من أجل تحقيق المنتخب. الأخطاء اللي وقع فيها اللاعبين بأن كان واحد يعني ضغط نفساني على الفريق بأن بعد المشاركة الإفريقية كما كنشتو كان عندنا واحد 9 حتى 10 ديال اللاعبين كانوا مصابين، يعني في الوقت اللي كان طبيب الفريق يحاول إرجاع هاد اللاعبين تأثرنا من هذاك الغيابات ديال اللاعبين اللي كنعتبرهم حنا من أحسن اللاعبين. ومقابلة بعد مقابلة فريق الاتحاد البيضاوي تينتصر وكينهزم، أو جميع المقابلات كانت عندنا عدد كبير من المقابلات داخل الميدان اللي حققنا فيها التعادل داخل الميدان، هذا ما أثر على نتائج فريق الاتحاد البيضاوي. وفي المقابلات الأخيرة كاين داك الضغط النفسي اللي كانت يلعب عند اللاعبين، خاصة ما كنعرفوا بأن عندنا لاعبين يعني عندهم كفاءة عالية، ولكن الضغط النفساني لا بالنسبة لينا حنا لا بالنسبة للفرق يعني اللي عندها تاريخ كبير، راكم كتشوفوا بأن ماشي فريق الاتحاد البيضاوي اللي كان مهدد يعني بالهبوط الهواد، كان واحد 8 ديال الفروق اللي كتعتبر من خيرة الفروق بالمملكة المغربية. لهذا حنا هاد الأخطاء اللي ارتكبنا باش ما نوقعوش في هاد الضغط النفساني لا بالنسبة لينا حنا كمسيرين ولا بالنسبة للاعبين، هاد الأخطاء يعني نحاولوا إن شاء الله السنة المقبلة باش نتجاوزوها. ولهذا حنا قدرنا الاعتذار ورحبنا بالجميع باش نزيدوا الامام ان شاء الله منذ بدايه الموسم المقبل ان شاء الله. هذا ملعب ديال فريق الاتحاد البيضاوي، هذا ملعب فريق الاتحاد البيضاوي. فريق الاتحاد البيضاوي سيستقبل السنه المقبله جميع مقابلاته بالعربي الزولي، وسنشتغل جميعا يعني ان شاء الله من اجل باش يعني اصلاح المركب يعني الملحق، من اجل باش فريق الاتحاد البيضاوي يخوض التدريب ديالو هنا بالملحق، خاصه بان احنا كنديو 13000 درهم باش نمارسوا التدريب ديالنا والمقابلات بالصخور السوداء. وفريق الاتحاد البيضاوي كتعرفوا بانه ما كاينش واحد اللي كيساعدوا، هذا صعيب علينا باش حنا ما تيساعدنا حد وحنا نخلصوا باش ندربوا يعني في العماله ديالنا وفي الملاعب ديال العماله ديالنا، هذا شيء لا ما تنقبلوش. لهذا حنا سنحاول ان شاء الله باش جميع التدريب تكون بالملحق ديال العربي الزولي من بعد الاصلاح ديالو. مازال ما عرفناش علاش المستشارين ما كاين، خاصه بان عدد كبير من الشركات ربما هذا خطا تو ارتكبناه، كاين واحد الخليه دابا اللي غادي تشتغل من اجل جلب المستشارين فريق الاتحاد البيضاوي السنه المقبله ان شاء الله.